أهلا بكم. ترنحت قضية عرثال وتجمدت عند حدود اللبوي مع تسجيل توقيف عنصرين من الجيش الحر اليوم في جرود البلدة، ومن ينتظر لجنة تحقيق في الموقع العرثالية فإن ذلك لن يحدث، كما أبلغ وزير الداخلية مروان شربل وفدا صحفيا اليوم، إذ إن المطلوب أولا تسليم الموقوفين للتحقيق معهم، وإلا ماذا سيكون دور اللجنة من دون عناصر أدلتها؟ شربل كشف عن مخرج لديه لقانون الانتخاب وقد أبلغه للرؤساء الثلاثة رافضا تفصيله في الوقت الراهن، وهو ربط إجراء الانتخابات بالاستقرار الأمني، وإلا فسوف يمدد للمجلس وتقنيا يتم تأجيل الانتخابات. وكشف وزير الداخلية أمام وفد نقابة المحررين أنه قد تبلغ من رئيس جهاز الأمن التركي قبل يومين نبأ وفاة أبو إبراهيم، وقال إن من يشرف على المخطوفين من بعده هو أبو جاسر، والاتصالات قائمة معه يوميا، موضحا أن الجهة الخاطفة تعد حاليا لائحة بأسماء سوريين معتقلين في سوريا وفي لبنان لإتمام صفقة الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين. بدأ المجلس العدلي في قصر العدل الاستجواب التمهيدي ل 21 موقوفا من فتح الإسلام متهمين بقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد. التفاصيل نتابعها مباشرة من أمام قصر العدل مع الزميل رامز القاضي. رامز، يعطيك العافية، تفضل. نعم رائد، صحيح، يعني هذه الجلسة التمهيدية كانت قد بدأت صباح اليوم هنا في قصر العدل بناء على موعد كان قد حدده رئيس المجلس العدلي القاضي جان فهد لمحاكمة موقوفي فتح الإسلام في قضية يعني تصل في جنايات تصل عقوبتها إلى الإعدام. هذه الجلسة كانت قد بدأت وهي جلسة تمهيدية قبيل بدأ المحاكمات التي ستجري في قاعة مخصصة لهذه المحاكمات في سجن رومي. الجلسة التمهيدية بدأت في حضور يعني وكلاء دفاع عن المتهمين بحسب ما أكد وزير العدل شكيب قرطباوي، الذي قال إن الأصول تراعى في هذا الأمر، أصول المحاكمات مع هؤلاء الموقوفين، وما كنا ننتظره في هذا الموضوع قد بدأ، والاستجوابات تتم في غرفة منفردة يعني أمام قاضي وبشكل إفرادي. هذه المحاكمات رائد يعني هناك يحاكم فيها موقوفو فتح الإسلام أكثر من 262 كان القضاء اللبناني قد ادعى عليهم، من بينهم 108 موقوفين من جنسيات لبنانية وعربية مختلفة في اتهامات تصل يعني عقوبة هذه الجنايات التي ادعى عليهم القضاء إلى الإعدام، منها حيازة الأسلحة وقتل عدد من المدنيين وأيضا إطلاق النار وقتل عدد من جنود الجيش اللبناني. نذكر أن 168 شهيد من الجيش اللبناني كانوا قد سقطوا قبل ست سنوات في مخيم نهر البارد. هذه الجلسة رائد رافقتها إجراءات أمنية مشددة سواء هنا في قصر العدل حيث هذه الجلسة التمهيدية أو أكان في سجن رومي لدى نقل هؤلاء الموقوفين من سجن رومي إلى هنا. هذه الإجراءات اللبنانية رافقتها يعني مواكبة من المكافحة في الجيش اللبناني تأمينا لهذه الإجراءات ولهذا الملف. هذه الجلسة شارفت على انتهائها، أشير إلى أنهم 21 موقوفا إسلاميا، سيستكمل أيضا العدد الباقي وهم من أصل يعني 108 موقوفين هنا في قصر العدل. رائد، شكرا للزميل رامز القاضي، كان معنا مباشرة من أمام قصر العدل. أفاد مراسلنا في طرابلس أن عددا من أهالي باب التباني قاموا بقطع شارع سوريا في التباني بالإطارات المشتعلة احتجاجا على عدم تسليمهم شيكات التعويضات، ولاحقا أفدنا عن سماع دوي إطلاق نار كثيف. أما آخر التطورات في منطقة عرسال نتابعها مباشرة مع مندوبتنا إلى هناك الزميلة رونا الحلبي. إذن رونا معنا، كيف تبدو الأوضاع الآن؟ هل من أي معلومات جديدة حول توقيفات أو مداهمات يقوم بها الجيش؟ نعم رائد، في الواقع تمكن اليوم فريق الجديد من الدخول إلى منطقة عرسال طبعا بحذر شديد، ولكن تمكننا من القيام بجولة سريعة داخل منطقة عرسال حيث يبدو الوضع اليوم هادئا على الأقل أكثر هدوءا من ليل البارحة، علما أن ليل البارحة شهد توترا خاصة في المناطق المجاورة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، والتي أدت إلى توتر في مناطق
المجاورة، ولكن فعاليات المناطق ورؤساء البلديات عملوا على تهدئة الوضع ويعني أخذ الحيطة وعدم تفاقم الأمور. إذا تمكنا اليوم رائد من الدخول إلى عرسال، هناك هدوء حذر يخيم، هناك أطفال يلعبون في الشوارع، ولكن أيضا هناك تجمعات لبعض الشبان على الطرقات. وأيضا رائد علمنا أنه كان هناك اجتماع في عرسال لمخاتير عرسال قبل قليل، وهناك بيان صدر عن هذا الاجتماع الذي جرى في منزل المختار محمد عز الدين في عرسال. البيان الذي صدر شدد على ضرورة تهدئة الوضع في المنطقة، وأيضا على أن يكون هناك تحقيق جدي لملابسات الحادث. وأيضا أكد البيان من جديد أن أهالي عرسال تحت سقف القانون، وهم لا يريدون أن تتأثر العلاقة الوطيدة والجيدة بالجيش اللبناني بأي عوامل خارجية. من جهة أخرى، رائد، الجيش ألقى القبض اليوم على 2 من عناصر من الجيش السوري الحر، وهم من آل سيف الدين، كانوا على دراجاتهم في جرود عرسال، وتمكن الجيش من القبض عليهم وهو يحقق معهم، وهم يعني سوريي الجنسية. من جهة أخرى، الجيش أيضا أطلق اليوم سراح عبد المنعم الحجيري الذي كان قد أوقف يوم السبت، وهو أيضا منسق تيار المستقبل سابقا في منطقة عرسال. أيضا بالنسبة للتصريح الذي أدلى به الحجيري ليلة أمس، فإن الأجهزة الأمنية نفت الحديث نفيا قاطعا، وقالت أن ما أشار إليه رئيس البلدية أنه اتصل بالأجهزة الأمنية لمعرفة ما إذا كانت الدولية للجيش داخل عرسال، وأن الإجابة جاءت بالنفي من الأجهزة الأمنية. هذه الأجهزة نفت أن يكون جرى أي اتصال من هذا النوع بأي شكل. والعودة إلى هنا إلى الأجواء، نحن يعني على مدخل عرسال وتحديدا في منطقة اللبوة، ومعي رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز. يعني حضرتك عم تشتغل مع باقي رؤساء البلديات والفعاليات بالمنطقة لتهدئة الوضع، شو اللي صار امبارح بالضبط وكيف قدرتوا وكيف عم تشتغلوا على تهدئة الوضع بالمنطقة؟ يعني تفاجأنا امبارح وأتحفنا بطلطو على إذاعة إعلامية وهاجم أهل اللبوي ونعتنا بقطاعين الطرق والحرامية والنصابين وأهل المنطقة كلها، مش بس اللبوي والمنطقة. أنا بسأله بس أي عرسالي يطلع من عرسال من إخواننا العراس يطلع ويصرح بس تصريح واحد أنه انظلم بمنطقة الباع كلها أو باللبوي تحديدا أو بكل المنطقة، حدا تعرض له وقال له شي كلمة أو إهانة. أنا بوجه تحية أول شيء ما تخزيني للإذاعة الجديد ولكل الإذاعات اللي عم يصوروا، الله يقويكم ويوفقكم تعبكم يعني بالنهاية. رئيس بلدية عرسال ملقب بوعجيني، يعني هو ما بعرف شو العجين شو بيطلع منه بعدين. نحن أهل عرسال وقايل بجريدة الأخبار التاريخ اليوم يعني بال 1926 رقم العدد، يعني لا أعطي بالضبط، قايل انه قادر يجتاح المنطقه من اللبوي لخلال مأني. نحن اهل عرسال الشرفاء واخوتنا وابطال جبهه المقاومه الوطنيه ومقدموا الف الشهداء، هو بيجتاحوا قلبنا كلهم سوا، كلهم هو بيجتاحوا قلبنا وضميرنا واخلاقنا. كيف عم تقدروا تهدوا الشارع؟ نحن بطريقتنا بنهدي، لانه يعني زلمه مريض وعم يصرح تصريحات ما هو مسؤول عنها، هيدي مش راي اهل عرسال، يعني نحن بنستوعب لانه بنعرف راي الشرفاء بعرسال مش هذا رايهم ولا هذا توجههم. ونحن بنبعث له رسالة له انه هو وطئة قدم برات عرسال، هو شخصيا ومن لفه لفيفه وطئة قدم برات عرسال ما له خبز فيها هيدي المسألة، وبيعرف هو شيء، بس عم نقول نحن اهل عرسال الشرفاء والابطال هو بيجتاحوا قلوبنا وضميرنا، لانه هودي مقدمين شهداء في سبيل الوطن. ما بنقبل يكون ابن عرسال عم وجه بارودته لابن الوطن ويرجع شخص ما هو مسؤول، انا بعتقد ما هو مسؤول عن كلامه، وعم يدافع عن اللي رفعه وقتلوا ابن وطنه وابن جيشنا وجيشنا الدفاع الوطني يعني كمان. نعم، شكرا. اذا رائد، نعم، هذه هي الاجواء، يعني جميع الفعاليات تحاول ان تهدئ الاوضاع هنا في المنطقه، وايضا بعد قليل سنحصل على نسخه من البيان الصادر عن اجتماع مخاتير عرسال وسنوافيكم به فور حصولنا عليه. رائد، شكرا لزميله رونا الحلبي. في الجنوب اعتصامات سلمية تضامنا مع الجيش اللبناني.
نفذ أهالي بلدة دير الزهراني قضاء النبطي اعتصاما سلميا تضامنا مع الجيش اللبناني واحتجاجا على ما تعرض له منذ أيام في بلدة عرسال. واحتشد المعتصمون بجوار أوتوستراد النبطي الزهراني رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات المؤيدة والداعمة للجيش اللبناني. إذ ندين بشدة الحادث المؤلم الذي تعرض له، وأملنا في قيادته الحكيمة الاقتصاص من الفاعلين والحفاظ على أمن الوطن والمواطن. بدورهم أضاء العشرات من أبناء بلدة حبوش الجنوبية الشموع على جانبي الجسر الذي يربط منطقة النبطي بإقليم التفاح تعبيرا عن تضامنهم مع الجيش اللبناني، فيما بثت عبر مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والحماسية. وعقد الأهالي حلقات الدبكة ورددوا الهتافات المؤيدة للجيش ووزعوا الورود الحمراء على عناصر إحدى الدوريات في المنطقة. أشار الأمين العام التنفيذي لخارجية الاتحاد الأوروبي بيير فيون إلى أن الاتحاد الأوروبي قد سلم تقرير السلطات البلغارية عن التفجير عبر الوفد الرسمي البلغاري والسفير البلغاري في بروكسل، موضحا أن الدول الأعضاء ستناقش هذا التقرير. وأكد أن الدولة البلغارية لم تطلب من الاتحاد الأوروبي إدراج حزب الله في لائحة الإرهاب، ملمحا إلى البيانات الأمريكية والإسرائيلية التي صدرت في هذا المجال. فيون اعتبر في أحاديث صحفية أن ثمة انقسامات أوروبية قد ظهرت في مناقشات سابقة حيال تصنيف حزب الله على اللائحة الإرهابية أو عدمه، ولم تتوصل الدول 27 إلى توافق في هذا الشأن، قائلا نتطلع إلى المشاورات بين الرؤساء الأوروبيين خلال الساعات المقبلة والعناصر الجديدة التي سيوردها التقرير وما إذا كانت هذه المعطيات ستؤثر في تعديل مواقف بعض الدول. التونسيون شيعوا القيادي المعارض شكري بالعيد وأعلنوا رفضهم تشكيل حكومة تكنوقراط. على وقع غليان الوضع السياسي في تونس عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الأربعاء الماضي وانكشاف الصورة على أزمة عميقة بين الليبراليين والعلمانيين التونسيين والحكومة التي يتزعمها إسلاميون، شيع الألاف من أنصار الجبهة الشعبية ومن الأحزاب الليبرالية والعلمانية والقوى الديمقراطية بلعيد المحامي والسياسي العلماني. فاحتشد التونسيون وسط طقس بارد خارج المركز الثقافي في العاصمة تونس، حيث سجي جثمان بلعيد وهم يحملون صوره، وردد البعض هتافات ضد راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكم ووصفوه بالقاتل والمجرم. بعدها حمل المشيعون نعش بلعيد وطافوا به في شوارع العاصمة وتوجهوا به لاحقا إلى مقبرة الجلاز في حي جبل جلود في تونس حيث وري في الثرى. التشيع الشعبي الذي واكبته إجراءات أمنية مشددة ترافق مع إضراب عام في كامل البلاد كان قد دعا إليه الاتحاد العام للشغل، فأغلقت المتاجر أبوابها وبدت شوارع تونس خالية من المارة، كما ألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار تونس قرطاج الدولي، فيما أعلنت المدارس الفرنسية في تونس أنها ستغلق أبوابها استثنائيا يومي الجمعة والسبت. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن البيت الأبيض قرر عدم اتخاذ خطوات بشأن مقترح لتسليح ثوار سوريا، وأيده البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. الصحيفة أوضحت أن وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا قد كشف علنا وللمرة الأولى في جلسة استماع بمجلس الشيوخ عن تأييده اقتراح مسؤولين كبار من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومدير CIA ديفيد بيترايوس آنذاك في العام الماضي لتسليح ثوار سوريا. كما أشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض قد أوقف المقترح بسبب التساؤلات التي أثيرت بشأن أي من الثوار قد يكون جديرا بالثقة لتسليحه، وحول ما إذا كانت عمليات نقل الأسلحة ستصنع الفارق في حملة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وبشأن ما إذا كانت الأسلحة ستضيف للمعاناة.
بعد الإعلان مقتل فتاة عند الوزاني. بكم من جديد. اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على نتائج عدد من الاتصالات الجارية مع بعض الدول المانحة في قمة الكويت الأخيرة ومقررات المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القاهرة. وطلب الرئيس سليمان من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التأكد من صحة ما تناقلته وسائل الإعلام عن ارتباط الملازم أول السوري المنشق محمد طلاس بقضية المختوفين اللبنانيين في عزاز وما يمتلكه من معلومات في هذه القضية، كما تم البحث في الخطوات الضرورية الإضافية الآيلة إلى عودتهم السريعة إلى وطنهم وأهلهم. رئيس الجمهورية تناول مع وزير المهجرين علاء الدين ترو المراحل التي بلغتها المعالجات الجارية لإتمام المصالحات وإنجازها تمهيدا لإقفال هذا الملف. ومن زوار بعبدة وزير الدفاع السابق الياس المر وسفير لبنان لدى سوريا ميشيل خوري حيث اطلع منه على عمل السفارة في دمشق والأوضاع القائمة هناك، كما استقبل سفيري العراق والنرويج. العثور على فتاة مقتولة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية. كيف ما يذبحوا لي هاي روحوا لي بشربت مية روحوا لي بغداد، ليش؟ ليش يذبحونها ليش؟ فجعت هذه الوالدة بعدما وجدت ابنتها والتي فقدتها لساعات مرمية جثة هامدة بالقرب من منتزه حصن الوزاني الحدودي. هي من البقعة جاني سألوا هون لو فقدوها أهلها مشي 4-5 ساعات ودوروا عليها آخر شيء لقوها مقتولة هون وحطينا بالخندق مضروبة على راسها بالحجر. والفتاة الضحية تدعى بغداد خالد عيسى في 17 من عمرها من بلدة قب الياس البقاعية، تقطن مع ذويها في البيسارية قضاء صور، وقد وجدت مقتولة بضربة حجر على رأسها بينما كانت تقوم بجمع نبات العلت والبقلة. وقد كشفت التحقيقات لاحقاً التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة والأدلة الجنائية التي حضرت إلى المكان أن الشابة قتلت بداعي الشرف. شب حريق في محل للمجوهرات بالأشرفي وقد عمل فوج إطفاء بيروت على إخماده وقام بعملية تبريد وتهوئة بعدما تم إطفاء الحريق بالكامل. وفي حين لا تزال أسباب الحريق مجهولة ذكر أن الأضرار المادية ليست كبيرة بالمقارنة مع حجم الحريق. أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة تقضي بإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الخميس في 14 من الشهر الحالي، وذلك في ذكرى 8 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. ونتابع بعد الإعلان فتوى بالقتل. في إطار التصعيد المستمر ضد جماعة الإخوان المسلمين تدخل مصر في جولة أخرى من التظاهرات اليوم التي تنظمها بعض القوى الشبابية وجبهة الإنقاذ وعدد من الائتلافات الحزبية تحت عنوان جمعة الكرامة أو الرحيل. يعتمد النشطاء في عدد من المحافظات خطة متطورة تقوم على توسيع رقعة التظاهر بعد رفع سقف المطالب برحيل ومحاسبة وزير الداخلية إثر واقعة وفاة الناشط محمد الجندي وسحل ناشط آخر. فتوى جديدة هذه المرة ولكن بالقتل. فقبل أيام خرج الشيخ محمود شعبان الحاصل على الدكتوراه والأستاذية في كلية الدراسات العربية والإسلامية على فضائية سلفية تدعى الحافظ وأفتى بوجوب قتل معارضي الرئيس محمد مرسي ذاكرا بالاسم حمدين صباحي ومحمد البرادعي. عائلة الشهيد إبراهيم زهرمان فخورة بابنها الذي دافع حتى نقطة الدم الأخيرة عن الرائد بيير بشعلاني وتبلغ سلامها عبر الجديد للسيد حسن نصر الله. تحقيق للزميل رشال كرم. إبراهيم أحمد زهرمان وقال لكم يا جماعة أنا مسلم وأنا اسمي فلان الفلاني وهذه بطاطي أنا إبراهيم أحمد زهرمان من فنيدة كمان من فنيدة وبترجاك الرجل
جوها الله عليك لا تقتلوا ولا تقتلوا. قام اجوا اوس الضابط وقعدوا شافوا فيه البراعة قدام عيني. ايش بالبراعة؟ قال له يخرب بيتك يخرب بيتك ليش عم انت اعمل بدك اعمله فيه بس لا تقتل الضابط. بس ما تضرب فيه ما تضرب الضابط. قال له الضابط هو الضابط هيك كيف انا عم اقتل مصلحه. ما بيقول له الا يا خيي ما بيقول له الا يا خيي. لم تذرف دمعة حزن على فلذة كبدها بل بكل فخر وبكل عزة تروي والدة الرقيب الأول الشهيد إبراهيم زهرمان على مسافة أسبوع من مجزرة عرسال كيف دافع ابنها البطل عن مسؤوله الشهيد بيير بشعلاني حتى الرمق الأخير لحظة وقوعهما في كمين عرسال. فكيف يحصل أن قوة ترتدي ثيابا مدنية وبسيارات مدنية تدخل عرسال وتقتل المواطن خالد حميد؟ بتمنى من نائب عرسال مين؟ الأستاذ خالد ظاهر. أنا بعتبره نائب عن عرسال مش عن عكار. بس يجي لعندي لفرجيه الصورة لخيي ببدلة العسكرية. بدي أعرف هيدا الدبغ هون شو هو؟ هون رأبته. ولا هون؟ ولا رقبته من ورا. أنا وقتها كانوا عم بيغسلوه جوا أنا كنت معه جوا. شفت هيدي الدبغ ليك نفس اللي هو أخده هون على رقبته من ورا. وإجره هون مصوبة بإجره. ومصوب ببطنه هون. بعدين بيقولوا انه ما عذبوهم. طيب ما عذبوهم شو هيدي مدبغه هون برقبته؟ شو عملوا فيه رجعوا؟ دعسوه بال قال له اخو الشرموطه ست عم يهدى او صدر بيجي هون بمحلبه ما قعد يهدى. اجوا صاروا يدعسوه ولما قتلوا الاثنين قعدوا صاروا يرقصوا يرقصوا صاروا يرقصوا صاروا يرقصوا صاروا يرقصوا انه انقتلوا اسرائيلي مهم. حطوهن على بوز الجيب وصاروا بالعين في صوروا المفين بالضيعة. وين الدين؟ وين الكرامة؟ وين الشرف؟ وين الناموس؟ وين وين الجيش اللي عم يحمي الوطن بدم خينة إلا بساحة حلبة؟ رئيس البلدية وابنه والشيخ وكل شي شارك بهذه الجريمة ينعدم بساحة حلبة بعكار قدام الشعب كله. أنا هذه هي طلبي. أنا أخته للشهيد. وأتهم حزب الله بالتخطيط لهذه العملية. ومن عائلة الشهيد زهرمان رد للضيم عن حزب الله. عم يقول حزب الله على وين لو يكونوا هني من حزب الله نحن مسامحين لحزب الله ومن حير ليه مسامحون؟ مسامحون لأنه ما بيعملوا هذا الشيء عندن من نفسهم. ومن حير حسن نصر الله السيد حسن نصر الله لأنه إنسان حمي بيروتو دايرة على إسرائيل. طيب بعده طيب هذا هي بعده طيب نزل لي هي. شهادة من عائلة الشهيد تضيف حقيقة إلى حقيقة ما جرى في عرسال والحقيقة ربما تؤلم من تعود على الأوهام. رشا الكرم قناة الجديد. بدء العد العكسي للإضراب المفتوح والشامل في 19 من الشهر الحالي بعدما خاب أمل هيئة التنسيق النقابية بالحكومة الحالية ودعوة للهيئات الاقتصادية إلى الكف عن التحريض. بعد عام ونصف وبعد 60 اعتصاماً وأربعة عشر إضراباً وأربع تظاهرات وبعد 5 أشهر من إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء ما زالت هيئة التنسيق النقابية تنتظر إحالة المشروع على مجلس النواب. نفدت وسائل التحركات والضغط ولم يعد أمام الهيئة سوى الخيار الأصعب. إضراباً واعتصاماً وتظاهراً إلى الإضراب المفتوح إلى شل قطاع العام. نعم محفوظ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نموذج يوضح سوء الوضع المعيشي للأساتذة والموظفين في القطاع العام. قضى 30 عاماً في الخدمة ولم يتعدى راتبه بعد 2,400,000 ليرة لبنانية. هي الحكومة صدمتنا. ما في حكومة بالعالم أولاً ما بتكون عادلة بين رعاياها. بتعطي الجامعة بتعطي القضاء ما بتعطي المعلمين. أنا الفرق بيني وبين الجامعة كان 6 درجات هلأ 52 درجة.
اثنين، ما في حكومة بتعمل اتفاقات مع هيئات نقابية وما بتنفذها. ثلاثة، حكومة أخذت قرار، حدا بيحط القرار بالدرج وما بيحول لمجلس النواب؟ وإلا بيكونوا عم بدفشونا دفش تحت الأضرار المفتوح لأنه ما في وسيلة أخرى. بعد سنة ونص وبعد كل الاتفاقات اللي عملناها مع رئيس ميقاتي ما وفى بوعده، تبعنا كل الوسائل ممكن يعني، شو بدهم منا يعني؟ ننزل نقطع طرقات؟ الهيئات الاقتصادية متهمة بالتآمر مع الحكومة لمنع إعطاء الموظفين حقوقهم. حقهم ياخذوا زيادة المعيشة وحقهم ياخذوها مع مفعول رجعي، أما موضوع ترتيب السلسلة هذا موضوع يأخذ البلد إلى مكان ما، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حاكم مصرف لبنان، الهيئات الاقتصادية، الكل حذروا منه يأخذ البلد إلى الهاوي، يأخذ البلد إلى الفساد. الحكومة ما بتقدر تتحمل، ميزانية الدولة ما بتتحمل. بقى خلينا نكون إجرينا على الأرض، خلينا نكون واقعيين. إذا ميزانية الدولة ما بتتحمل بتوقع كل الأعباء على هول الموظفين اللي هن بعدهم عم يقبضوا معاشات متدنية جدا. لكن شو بنعمل؟ بنعمل مثل اليونان، بزد لهم أنا اللي معاشه 1000 بصير 1500، شهرين ثلاثة الدولة ما معها تدفع، برجع بنزل لهم معاشهم ل 400-500 دولار، هذا الحل؟ نسمع اليوم رموز هذه الهيئات تتحدث بوصفها سلطة وليس بوصفها مجرد قوة ضغط. هيئة التنسيق النائبية مطالبة بأن تكون واعية ومدركة لأي فخ ممكن أن ينصب لها، وبالتالي عليها أن تستكمل المواجهة، لأنه في ظل الظروف القائمة اليوم وميزان القوى الاجتماعي المائل كليا لغير مصلحة الفئات الضعيفة والفقيرة، لا يمكن الرهان إلا على معارك كبيرة وصعبة. أمام الحكومة اليوم مهلة لا تتعدى الأسبوعين، فإما تطلق سراح المرسوم وتحيله على مجلس النواب، وإما تنشر عناصر الأمن والجيش ابتداء من 19 من الشهر الجاري وتتحمل نتائج عدم الوفاء بوعدها. رماح الصيلاوي، سلام نزال، ليديا الرماوي وميرا رأفت كلهن زوجات أسرى فلسطينيين حملن بعد عملية تهريب الحيوانات المنوية من معتقلات الاحتلال. التفاصيل في رسالة للزميل نزار حبش من الأراضي المحتلة. بفرح طال انتظاره لأكثر من 12 عاما، استقبلت عائلة الرماوي في بلدة بيت ريما قضاء رام الله خبر حمل ليديا زوجة الأسير عبد الكريم المعتقل في سجون الاحتلال الصهيوني ل25 عاما، وذلك بعد عملية تهريب الحيوانات المنوية من معتقل إيشل الواقع في مدينة بئر السبع عبر إحدى نوافذ المعتقل. لأنه أول شيء محكوم حكم يعني فترة طويلة 25 سنة، وما ضمنهم 12 سنة يعني، فهو لما يطلع بيكون عمره 50 وأنا 50، فيعني صعب يمكن في هاي الفترة إنه يكون في إنجاب. رن تعرفت على والدها من بين قضبان سجان، جل ما تتمناه أن لا تبقى وحيدة. جميع البنات بيحكوا إنه عندهم إخوة ما عدا أنا يعني وحيدة. انحبس، كان عمري 8 شهور، ما كنتش أعرفه. بابتسامة لم تعهدها وجنتها تروي لنا والدة الأسير لحظة زفها البشرى لابنها من داخل الزنازين. أول زيارة رحت عليه بعد ما حملت بشرته وانطار وصار كل اللي عنده المعتقلين مرتي حامل واندارش شو يصرخ عندهم وشو انبسط. ونجح أهل الأسرى بتهريب 40 عينة صالحة للزراعة. مركز رزان للعقم وأطفال الأنابيب أعلن من مدينة نابلس عن نجاح حمل 4 من زوجات الأسرى. أعطوها في قطرة أو بخرجوها، طبعاً لهم وسيلتهم لأنه بس من فترة حاول سجيني خرج مسكوها، يعني برضو هم واعيين كتير بهاي النقطة. فشباب نسم الله عليهم ما شاء الله أو عملهم برضو ولهم طرق الخاصة طبعاً ليخرجوها. حيوانات منوية إذا كانت من الأصل كويسة قد تعيش لعدة ساعات، ممكن لحد يوم، عرفت كيف؟ حسب قوة الحيوانات المنوية. عملية التهريب الأولى تمت مع بدايات عام 2012 وتكللت بولادة الطفل مهند ابن الأسير عمار الزبن الذي شكل إنجابه علامة فارقة في حياة الحركة الأسيرة. من حقنا أن يكون عندنا أولاد، من حقنا أنه إحنا نخلف، يعني إحنا لما أنا زوجي محكوم 27 مؤبد و25 سنة. معركة ترسيخ الحق في الإنجاب من الأسرى القابعين في عتمة سجون الاحتلال تتصاعد. في هذا البيت الكل في انتظار الطفل مجد. نطفة تحررت واخترقت معها كل أجهزة المخابرات الاحتلالية وكأنها رسالة فلسطينية مفادها.
أن الثورة ليست بندقية ثائر فحسب، بل هي أيضا معول فلاح وقلم كاتب ونطفة أسير ترسم البسمة على شفاه نساء فلسطينيات لطالما حلمنا بابن من أزواجهن المعتقلين. نزار حبش من بلدة بيت ريما، قضاء رام الله المحتلة، قناة الجديد. كان في نشتنا وزير الداخلية يعلن مقتل خاطف اللبنانيين أبو إبراهيم. الجيش اللبناني يوقف عنصرين من الحر في جرود أرسال. المجلس العدلي يبدأ استجواب موقف فتح الإسلام. وتونس تشيع بالعيد بمأتم وطني وإضراب عام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.